العلاقات الاعتمادية، إن تلاقي إنسان معتمد اعتماد كلي على شخص آخر في حياته، ممكن يكون نتيجة تربية غلط، نتيجة إن إحنا بندلل ولادنا قوي، إن إحنا بنبقى خايفين عليهم يغلطوا فما بنخليهمش يغلطوا، فهم بشكل أو بآخر اعتمدوا علينا بشكل كبير في حياتهم. ممكن يجوز فكرة مثلا ان زوجة تعتمد اعتماد كلي على زوجها، ان هي ما تعملش حاجة خالص، ان هو بس اللي بيعرف يعمل كل حاجة، فتبقى مركزة ان هو بس اللي بتعتمد عليه، اللي بيعتمد على حد في حياته فيبقى طول الوقت معتمد عليه، وطول الوقت بالنسبة له ده هو مصدر الأمان ومصدر المسؤولية ومصدر كل حاجة. ولا قدر الله لو الشخص ده مبقاش موجود بشكل أو بآخر، حياة التاني تتدمر. ليه بنشوف علاقات اعتمادية في حياتنا؟ ده سؤالنا دلوقتي. ورأيكم على إزاي مبقاش في علاقات اعتمادية؟ يعني جميل ان احنا نعتمد على بعض ببعض الحاجات، لكن جميل كمان ان احنا نكون بنعرف كل واحد فينا يعمل حاجات، كل واحد فينا ليه دور، لكن فكرة ان حد يلغي دور حد تماما ويقوم بيه مش عارف. وانا هقولك الشخصية العلاقات الاجتماعية من الاعتمادية من زاوية تانية. تمام. يعني قعدت ادور كده ايه هي العلاقات الاعتمادية، لقيت ليها زاوية ما بتجيش في بالنا خالص. ايه هي؟ ليها علاقة مرتبطة باضطرابات الشخصية وبالشخصية النرجسية، اللي هي الشخصية النرجسية اللي هي الأنا والكون بيدور حواليا، يعني عايز أبقى أنا اللي بعمل كل حاجة، عايز أنا اللي أبقى مسيطر، عايز أنا اللي قدامي يبقى معتمد علي. يعني عارفين مثلا اللي هو لازم تاخد رأيي في كل حاجة، تسمع كلامي في كل حاجة، أحس إن اللي قدامي بيسعى بكل الأشكال إنه يرضيني. دي حاجة داخلة في إطار اضطرابات الشخصية، واللي طبعا الشخصية النرجسية. وفي ناس عندها عدم ثقة في النفس أو بتخاف من الوحدة لدرجة إنها بترمي كل اهتمامها، بس بشكل مرضي. يعني حلو قوي الاهتمام، يعني حلو أن الأب والأم يهتموا بأولادهم جدا، خلاص، بس بيسيطروا على أولادهم لدرجة أن الولد أهم من أنه يفكر في نفسه وفي شخصيته وهو محتاج إيه، كل اهتمامه إزاي يرضي بابا وماما، أن بابا وماما يبقوا راضيين عني وأنهم ما يزعقوش فيا وأنهم تمام كده كويسين، وإن دي دخلت في نطاق اضطرابات الشخصية. يعني الموضوع مش بس من زاوية اللي إسحاق كان بيتكلم عنها، أن الواحد يبقى معتمد على غيره بشكل أنه لا هو عاوز يعمل المجهود ولا عاوز يفكر، ومعتمد على اللي قدامه بشكل كبير وخلاص، ده بيكبر انسان اتكالي عنده تواكل كمان، مش ما اسمهاش اتكال. لكن من زاوية تانية في حد بيبقى عنده اضطرابات شخصية، هو حابب كده، هو شخص نرجسي وعاوز كل الكون يدور حواليه، واللي قدامه هو بيبقى سعيد جدا اللي قدامه ده معتمد عليه، فانا بهتم بيك، انا بخاف عليك، ان ما تعملش كده غير لما ترجع لي، ما تعملش كده غير لما تستشيرني، ازاي عملت ده، مصدر الفلوس والصرف. لا انا هقول لك بس هي الموضوع بيوصل لمرحلة هي دي اللي احنا يهمنا النهاردة، فكرة ان اللي قدامي يعتمد عليا لحد ما انا ألغي شخصيته خالص. يعني تخيلي مثلا لما يكون واحد، ده راجع لمين انت بوجهة نظرك؟ يعني انت بتقول لغايه ما الغي شخصيه؟ انا رايي، انا رايي ان هو الاعتمادي. لا انا هقول لك على حاجه، ولا انت بتبقى مبسوط ان اللي قدامك معتمد عليك، فده مديلك انت احساس بالذات انا اللي بدير الكون. اجاوب؟ ماشي اجاوب. بتساليني؟ خلاص اجاوب. الفكره انا بالنسبه لي ان بشوف كتير جدا من العلاقات الاعتماديه دي بتتبني في الاسره من الاول خالص، احنا بنبنيها في عيالنا. فخلي ابني او بنتي، تخيل ان بيبقى في واحد متجوز وعنده عيال، ودي شخصيات احنا شفناها في حياتنا، ما يقدرش ياخد قرار في حياته مصيري او غير مصيري، او غير لما يرجع لامه مثلا. ايوه امه. تمام، يعني امه كتر خيرها وربته وبقى راجل وزي الفل، وعنده هو بقى عنده عيال كبيره مش صغيره. تمام، بس ما يعرفش ياخد قرار في حياته، لازم امه هي اللي تبصم عشان هي ربته على كده وهي مبسوطه بده. يعني خلي بالك هي مش بتلومه على كده، يا حبيبي انت كبرت، مش بتلومه، لا هي سعيده بده، اللي هو في الاخر انت بترجع لي في كل حاجه. مش بس كده، ده هو لو ما عملش كده وراح خد رأيها هنشتري كذا ونعمل كذا، اروح اشتري عربية ولا ما اشتري، وهي ما تبقاش فاهمة في الحاجة. يعني يعني لو مثلا اروح اشتري عربية SUV ولا عربية بتاعها، هي مش فاهمة ايه الفرق بين الاتنين، بس تقول له انا رأيي، فاهمة ازاي؟ المهم ان انت رجعت لي. المهم ان هو. طب لو ما رجعش،
تبقى ليلته طين وتبقى مشكله كبيره، وتبقى مشكله كبيره جدا في العيله ان هو ازاي ابني ياخد قرار من غير، مع ان ابنه ده ابنها ده ممكن يبقى عدى ال 40 وال 50 سنه وهي ست كبيره مثلا. لان هو كبر على يعني من كتر ما هو بيدور انه ياخد رايها في كل حاجه وبيعتمد عليها في كل حاجه، ملوش شخصيه، فاهتمامه بنفسه وبذاته، واهتمام على فكره الام والاب نفسهم، بدل ما يدوروا ازاي الولد يرضيهم يدوروا على انه يبني شخصيته، انه يكون إنسان عنده طموح، عنده أحلام إزاي يحققها. فإزاي نبني ولادنا ده بيتوه مننا في السكة بندوس عليه، بيبقى كل اهتمامنا إن ولادنا، وبنبقى فخورين قوي بده على فكرة، ونقول قدام ما بيكسرليش كلمة، ما بيعملش حاجة غير لما يرجع لي، بياخد رأيي في كل كبيرة وصغيرة، ويكبروا الولاد على كده، الولد يكبر ويتجوز ويخلف، ونفضل بقى أكتر حاجة نتباهى بيها قدام الناس أهو كبر واتجوز بس ما بيعملش أي حاجة غير بشورتي، ويرجع يقدر ياخد قرار من غير ما جيلي. لا طبعا، انت كده شخصيه مش مظبوطه، مش صحيه، انت كده شخصيه اعتماديه. سعيده جدا الام او الاب ده بان الولد ملوش شخصيه دايما بيرجع لها، وانت ربيتي ابنك على كده، وللاسف هو لا يمتلك شخصيه ولا قدره على التفكير ولا قدره على القرار، وهيطلع ده في ولاده، ولاده هيطلعوا كده.